إلى جانب الثقافة البيئية، هذه ثقافة الإقلاع والابتعاد عن الآفات، المخدرات، الكحول، ماذا فعلتم؟ الجانب هذا راهو يزمو عمل طويل النفس. معناها ما تجمش تقول أنا راني باش نعمل كان سونسيبيليزاسيون من الأخطاء الشائعة، ونقولها بك بصراحة في مؤسساتنا التربوية ولا في مؤسساتنا الصحية ولا بارتو، أنه احنا نعملوا دي جورني دي سونسيبيليزاسيون ونخفوا غادي التحسيس أو ما يسمى التوعية باللونجاج الأصح للكلمة ما عندوش مفعول إذا كان ما يتواصلش. يعني منطق الحملات ما هوش مجدي، مش مجدي لأنه حملة تعملها به، أنا عملت الحملة وبعدها بعد الحملة كيس كي جي في الحاجات كما دي عندولي ترتيكا باركا، لأنه في الجانب هذية فما جانب نفسي، في الجانب هذية فما جانب اجتماعي، في الجانب هذية فما جانب بيئة كاملة محيطة بك أنت، دونك عندو ترتيكا باركا والعملية إدماجهم وترجيحهم أنا ورجيحهم في الدورة الاجتماعية كاملة يطلب منا جهد وجهد كبير، ويلزم نولي أننا بيدوا الإطار الشابي ولا الإطار الشبابي ولا الإطار المتكون معنا في المجالات الاجتماعية الكل، يلزم يكون وسيط أنا انترميديار يخدم العمل الصحيح أنه يشد، مش لازم هنا ما يلزمناش نخدم على الكمية، لما نخدم على نوعية الإنسان على إنسانية الإنسان نخدم على الجانب هذاك، دونك هنا نجم نوصل. فماشي نرجع توا للشراكات والاتفاقيات، هل هناك أو على عقدتهم اتفاقيات أو شراكات مع منظمات مع نقابات؟ لو كان تحدثنا مثلا مع مصالح عمومية إدارة جهوية للصحة مثلا، بالنسبة لنا احنا عملنا اتفاقيات متعددة وغير. أول حاجة بدينا بالكشافة التنصية، ثم بعد مصايف والجولات، ثم بعدين عملنا بالجمعيات اللي عندها جانب ثقافي، منتدى المعرفة، جمعية الثقافة العربية، جمعية الحياة براتيكمون، جمعية رفقة اللي هي جانب إنساني، ثم بعدين هذا في العام الأول والعام الثاني وبدينا نخدم معهم بشكل كبير، ثم بعدين توا حاليا عقدنا اتفاقيات مع كما نقول مع القوات الأمن، لأنه أنا لاحظت الأمر راهو ينجم يعطيك فافور. شو معناها فافور؟ معناها مش فافور على مستوى الجاي نتاعو، إنما فما حاجة قاعدة صايرة الليمات هذيا بعد الثورة، إنه الأمن حسيته فقد جانب إنساني، حس العباد ولات تكره بشكل آخر، أنا تحسهم يعني نظرة المواطن للأمن ما زالت نظرة خايبة، ما زالت ما تصلحتش كما ينبغي. يعني الهدف من الشراكة هذه هي إصلاح نظرة المواطن للأمن أو هناك أهداف أخرى؟ هي نظرة المواطن للأمن، يعني حبيت إدماج الأمن في الحياة العامة، حبيته الأمن يكون فاعل في العمل الثقافي. كيفاش الشراكة هذه؟ شنو البنود نتاعها أو شنو الأهداف؟ الأهداف نتاعها هو على مستوى تعاون، أنا خديت جانب نقابة ومازال راهو ترخيص ما جانيش، لانه في الجانب النقابي لازم ترخيص يخرج من وزارة الشباب والرياضة، اما الاتفاقية بدات فعلا وبدينا نخدموا فيها بنمط واحد، انه ليزاكسيون لازم تكون من الامني في اتجاه المواطن، الامني هو اللي يهبط للمواطن. هل هناك برنامج في هذا الصدد؟ التوا حاليا نحن في عدد برنامج ليزاكسيون باش تبدا نهار الاحد، فما ان اكسيون براتيكمون مع اولاد الامنيين مع العائلة الامنية بالتحديد، لانه لازم يفهم العائلة الامنية كيف كيف، معناها اولاد الامنيين كيف كيف معناها معنية يعين بشيء ذلك، ثم في المرحلة الثانية بيش يكون تعاون في الاتجاه أنه هات الأمني يقوم دي زاكسيون دي سيتوينتي، يقوم دي زاكسيون دي كولتوري مدنية، يقوم بحالة ثقافية اجتماعية بالتحديد بيش يضر لي هو إنسان، أبريتو هو مواطن تونسي، هو يحمل الدم التونسي، هو ولد تونس، مهمته هذيك مهمته، إذا نفرقوا بين المهمة أو العمل والمهمة متاعه وبين الإنسانيته كإنسان والعمل المدني بالتحديد. ممتاز. هل هناك شراكات أخرى مع منظمات أخرى بارزة على غرار النقابة مثلا؟ ما زالت الاتفاقيات راهو موجودة برا، لأنه نحن ما زال عندنا المجموعة متاع اتفاقيات حتى مع ولايات أخرى، عملنا اتفاقيات مع توزر، عملنا اتفاقيات مع تطاوين، عملنا اتفاقيات مع جابس، لأنه الإشعاع ما يزمش يكون كان إشعاع هنا فقط، إنما إشعاع بين الجهات، لأنه أنا كي نجيبوا لتطاوين ونشوف الوضعية اللي عندنا موجودة هنا لربما وضعية مؤسستي خير من وضعية مؤسستي. تبادل شبابي؟ على مستوى تبادل شبابي، ونفكروا حتى في تبادل شبابي أجنبي إن شاء الله بروشينمون، لكن في الجامعة الفولونتاريا، في الجامعة الفولونتاريا اللي هي العمل التطوعي، اللي هو عمل تطوعي يختلف عن العمل التطوعي بالمفهوم العادي، نتاع احنا عبارة نخرجوا نعملوا أكسيون ونروح. هذا التوجه شنو جنيته من التوجه هذا جديد على مستوى الانخراطات وعلى مستوى إقبال الشاب
في حي الرياض والشباب في حي الرياض على دار الشباب. هل هناك حقيقة نقلة نوعية؟ أكيد فما نقلة، لأنه كي تخدم الجانب هذايا في مؤسستك الشبابية أكيد تلقى نقلة. أنه حي الرياض خلنا 2012 نعطيك حتى بالأرقام وموجودين 187 شاب كانوا منخرطين، وصلنا الآن تو في 1500 وأكثر شوية، 1560 حاجة كما هكاك منخرط. بس صحيح فما مجال فيه نسبة ما يعادل 40-50% تمارس في العمل الرياضي، هذا ما ننكروش، لكن الجانب الثقافي ارتفع بشكل كبير. ولات فما دي جان اللي تحب تعمل لي زاكسيون، معناها مبادرات تم ترسيخ في المؤسسة هذه ما يعادل 4-5 جمعيات. معناها كانت السبب في أن ترسخ 4-5 جمعيات فعلا من الشباب الرحل، من جمعيات الثقافة البيئية والمدنية براتيك، جمعيات مازالت التوى تأسست ومازالت بدات فعلا. أسسنا عامنا وزوج جمعيات كيف معناها في العمل التطوعي في الفولونتاريا، هما مجموعات شبابية ياخذ نبغى يوقع تأطيرهم، يوقع هيكلتهم معناها دونسونس وتنمية روح الجانب المدني فيهم هما، وبعد هما بيدهم يطمحوا انهم يأسسوا جمعيات ويطمحوا انه يكون شريك فعل معاك ويعمل معاك دي كونفونسيون. وهذا اللي قاعدين نربحوه، الشاب تاعي هنا اللي كان يجي بركه لا ولا فاعل في عنصر في جمعية ولا هو بيده يجري باش يحقق برامج معاك. هل هناك احداث انشطه ثقافيه اضافيه مختلفه على الانشطه اللي لقيتوها في دار الشباب؟ دار الشباب الرياض، دار الشباب الرياض اعترفت معروفه بحاجه بحكم انه على غالب هذيك خبرتي انا من قدمتها وظفتها للمؤسسه هذه في التظاهرات الكبرى. نحن عملنا العديد من التظاهرات والتظاهرات الكبرى واللقاءات رواج حتى على مستوى وطني، لقاءات معناها تعرضت في جميع الاماكن براتيكومون حتى على السلطات معناها العليا. عملنا تظاهرات قبل، عملنا اربع دورات في الفنون التشكيليه في ورشات دوليه الفن التشكيلي، وكانوا مساهمين فيها مجموعة كبيرة من دار الشباب الرياض، ولادنا من دار الشباب الرياض. ثم طورنا العمل، عملنا تاريخ تونس اللي هما 24 لوحة واللي امتدى معناها براتيكمون فماش حتى انسان حتى على مستوى المندوبية ما يذكرهمش، لانه عمل قايم جدا. دار الشباب حي الرياض 100% بمعناها بانامل اولاد دار الشباب حي الرياض. عملنا دينوي نون ستوب، وكان الصدى نتاعهم للواقع على الجمعيات، مثلا كيما جمعية على النهوض بصحة نفسية مع سي سامي الدين حمودة، عملنا دينوي نصاب ودخلنا حتى المتوحدين في العمل هذاك. ثم توا حاليا نعملوا في دراسة حول ليستوار دو لابي، تاريخ السلام، لأنه نحن بريتو نعيشوا في حالة من التأزم الذاتي النفسي براتيكمون في الأيام هذوما، دونك احنا قاعدين نجراو على أساس أنه نعملوا حاجة كيما هكا ونبينوا راهو ليستوار دو لابي عندها امتداد عمق تاريخي كيف دونك نجم نستثمروها في جانب مقاومة كل ما هو فكر تطرفي. ممتاز. سي ماهر، لو كان نحكيو شويه على البنيه الاساسيه، تجولنا منذ حين في دار الشباب نلقاو بعض النقاط بين ظفرين نقاط سوداء للاسف، واللي رغم شاسعه الفضاء الا انه يبدو انه لم يتم استغلاله على احسن وجه. لو كان تحكي لنا شويه على البنيه الاساسيه، خاصه النقاط السوداء او البنيه المهترئه والاسباب خاصه يعني، ولو كان تتحسن النقاط هذه ماذا يمكن ان تضيف لدار الشباب؟ البنيه التحتيه في اي مؤسسات لازم نقولها راهي تعبه بشكل اخر. في المؤسسات الشبابيه بصفه عامه، لانه احنا نبنيو بصحيح لكن مع الناس لي جون دو، مع الناس العامله المختصين في الصيانه. دونك انت تجيب كمؤسسه كما هذه فيها 2000 متر مربع مغطات وما تعطينيش اوفريي كاليفي باش يجي يصلح معي، دونك باش تبيعتها باش تطيح. لانه في بعض الاحيان نعرف المؤسسات المديرين اللي قاعده تدن فيها بدايه، كيما المؤسسة هذه أنا دنتها بداية مديرك عبدت يدا وحده معناها براتيكمون مع مجموعة إطارات مع مجموعة شبابية. يعني تلاحظ أن الرقابة تقريبا مفقودة، إلى جانب الكفاءة هناك جانب الرقابة أيضا. مش بخلاف الرقابة فما ما فماش هيكل يهتم بجانب الصيانة في مؤسستنا الشبابية، وإن كان موجودة رئيس مصلحة التجهيز ولا رئيس مصلحة الواحد كذا كذا، لكن كي تعطي 25-30 مؤسسة وهو ما عندوش لا الإمكانيات المادية ولا الإمكانيات المعنوية، أنا هالعمل بصفة عامة البشرية بالتحديد أنه هو باش يصلح باش يصلح. دونك باش نعتمدوا على أساس لي جران بروجي، أو نعطيوك 100,000 دينار ولا 200,000 دينار وعاود ابني من الأول جديد. لكن كي تبني لو كونترول سان إكزيست با، لأنه شو معناها لو كونترول سان إكزيست با؟ الصفقات العمومية بصفة عامة الكل لابد نلقاو فيها شوية خور، لابد نلقاو فيها تجاوزات، مش معناها راهو مشروعه في حد ذاتها، لانه هو مقاول يجي يبني سويفون كراس الشروط، كراس الشروط هذيك تعمل تقعد عامين وثلاثه واربع، فما حاجات تتجاوز، فما حاجات تغلى، فما حاجات معناها ترتفع الاسوام، دونك تجي تلوش القاليتي نتاعك ما هياش كامله، دونك فجيت اوبليجي
باش تعاود العمليه من اول جديد. نشوفوا شنو اهم الاجراءات اللي قمتوا بها او الاتصالات اللي قمتوا بها لتحسين البنيه الاساسيه في حي الرياض وللنهوض بالبنيه الاساسيه هذه والاستقطاب مزيد اكثر من استقطاب الشباب. اول حاجه حاب نبين نقاط سوداء اللي مازالت عندي نقطه سوداء هو الامفيتياتر فيه كوب بشكل كبير برشا واللي نحن تو نتجراو على اساس انه يتم استثماره لانه فضاء يز 400 كرسي في ركح كبير فضاء مهيئ براتيكمون مازالت ناقصه شويه ريدو واكليراج حاجات كيما هذوك ونجم يكون فضاء كبير ما لكن كي تنحى ليكو الصدى هذا ان شاء الله بروشينمون انا عندي وعود انه باش يتم اصلاحه بون وعود حتى من عند سيد الوزير وعيد معناها اللي في زيارته لهنا اللي زارها مرتين المؤسسه هذه زياره فشائيه معناها زياره جات على اساس واحد وزياره رسميه كيف عندنا عندنا الفضاءات الفضاء الخارجي اللي كان هو فضاء مهيئ واللي تم تهيئه في وقت اللي كان دار الشباب سايبه انت هيئت وخسرت انفستيسمون تاع 50,000 دينار لفضاء خليته للعموم شبه غير مسيج بالتحديد فكان فضاء معناها مهمل متروك دونك باش يلقى فضاء وانا نتمنى يكون هذاك فضاء للعائلات فضاء مخصص للعائلات لانه في حي الرياض ما عندناش اماكن تنجم تلقى فيها دونك باش يكون مقهى ثقافي وفما عائلات موجوده ونحن حاليا توا نتجراو على اساس يتم العمليه هذيك بشكل واحد وممكن في ركح للهواء الطلق ممكن يولي ممكن نستثمر حتى مهرجان كامل في حي الرياض لان حي الرياض ما فيهاش مهرجان يتم في انجاز الفضاء هذاك هذه حاجات ثم عندنا البارتي الثانيه اللي في الملعب اللي ان شاء الله وعود انه باش يتم اعداد ملعب ثاني براتيكمون المعشب الاوائي العشب الاصطناعي فما ملعب اللي هو الملعب هذا لحد ما علمنا اللي كون استقطب برشا شباب وظهر لي فما وقعت برشا شراكات حتى مع مؤسسات تربويه اكيد في العديد مع الصحه براتيكمون فما جروب الصحه فما مع الكليات براتيكمون فما مع اساتذه حتى المجموعات اللي تلعب في الاستاد ذكرى ويتم هو محلول للعموم بالتحديد لكن كل من يحافظ على الجانب الاخلاقي والجانب التربوي ويعتبرها انها مؤسسه ويلتزم بمبادئ المؤسسه واهداف المؤسسه اللي نجمها مرحبا به دونك ويكون منظم مهيكل في اتفاقيه موجوده دونك تحميه وتحمي المؤسسه هذه التربويه.